في سياق قالت حركة حماس إنها لا تزال تحتجز العدد الأكبر من المحتجزين وقادرة على زيادته، ذلك بعد تحرير القوات الإسرائيلية 4 محتجزين كانوا لدى الحركة الفلسطينية خلال مداهمة في وسط قطاع غزة. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة غزة الدكتور حسام الدجني. مرحبا دكتور حسام. ما طبيعة هذه التهديدات دكتور حسام التي تلقاها قادة حماس والتي تحدثت عنها يعني وول ستريت جورنال برأيك، وماذا يمكن أن يكون موقف هؤلاء القادة؟ يعني إذا ممكن بس فقط تفسري طبيعة التهديدات، لم أستمع للتقرير. طيب، ثمة تهديدات مصرية وقطرية باعتقال قادة حماس إذا رفضوا القبول بصفقة بايدن. لا أعتقد ذلك، وصرح وزير الدفاع القطري بأنه ليس من الوارد أن يكون هناك فكرة طرد قادة حماس ومكتب حماس من الدوحة، ولا أعتقد أن القاهرة في أسوأ العلاقة مع حركة حماس، كان مكتب حركة حماس يعمل وكانت الخطوط متواصلة. أنت تتحدثي عن موضوع امتداد أمن قومي مصري، وحركة حماس مكون مهم في النظام السياسي الفلسطيني وفي المشهد السياسي الفلسطيني، وبذلك فكرة أن يكون هناك ضغط على شاكلة اعتقالات أو طرد، لا أرجح هذا السيناريو البتة انطلاقا من فهمي لطبيعة التفكير سواء القطري أو المصري. يعني حركة حماس بالنسبة لقطر وأيضا للقاهرة وبالنسبة وحركة طالبان عندما فتحت مكتب في الدوحة كان يعطيها زخما سياسيا للدوحة، ولا أعتقد أن هناك دولة ممكن أن تفرط بهذا الزخم السياسي نظرا لمكانة أي كيان سياسي بهذا الوزن لدى هذه الدولة ولدى سياستها الخارجية. أما أن يكون هناك يعني ضغط أو أن يكون هناك تواصل حول موضوع دفع المبادرات، هذه مسألة طبيعية، وأعتقد أن هناك تباين قد يكون في موضوع التعاطي مع فكرة بايدن، وهناك ربما هذا الذي يؤخر الرد بشكل رسمي حول مقترح بايدن، لأنه عندما وصلت ورقة قرار مجلس الأمن أو مشروع قرار مجلس الأمن المعدل يوم الأربعاء الماضي كان هناك الكثير من المغالطات والكثير من التناقضات. يعني على سبيل المثال في مشروع القرار الذي يشرع مبادرة بايدن يقول المرحلة الثانية بموافقة الأطراف، أي إذا إسرائيل لم توافق أو حماس لم توافق لا يوجد وقف دائم لإطلاق النار، وهذه معضلة ومشكلة حقيقية تحتاج إلى التروي والبحث مع الوسطاء من أجل دفع هذه العملية التفاوضية لأن تبرم اتفاق يلزم كل الأطراف بأن لا تكون غزة على موعد مع حروب جديدة وإبادة جديدة. اليوم حماس برأيك دكتور حسام هل تخشى من تغير موقف الولايات المتحدة سلبا؟ يعني هو سلبي الموقف وسيزداد سلبية بعد أن نجحت إسرائيل في تحرير هؤلاء الرهائن؟ يعني موضوع تحرير الرهائن رغم أنها العملية من الناحية إدارة العمليات قد تكون ناجحة فيما يتعلق بالوصول إلى هدف كان يتحدث به نتنياهو دائما وهو استعادة 4 جنود، ولكن لا يمكن أن نفصل هذه العملية عن السياق الآخر وهو استشهاد 150 فلسطيني ومقتل قائد إسرائيلي وجندي ضابط إسرائيلي في هذه العملية حسب ما أعلنت عنه إسرائيل، لا نعلم الرقم الصحيح والدقيق، ولكن الأصعب من ذلك هو تغريدة أبو عبيدة الذي توقعناها منذ الصباح منذ أن بدأت هذه العملية وهو كيفية وآلية التعاطي مع الأسرى. فقط لو تأملت وأنت ست، لو تأملت في عيون الأسيرة الإسرائيلية تعلمي كم هي المعاملة الحسنة مع هذه الأسيرة، ربما حتى تفوق حالة المدنيين في قطاع غزة وحالة الناس في قطاع غزة الذين يعانون جوع وألم. لكن وضع هؤلاء الرهائن الذين يبحث عنهم الجيش الإسرائيلي، ألا يعني وضعهم بين المدنيين، ألا تعتبر بأنه يشكل خطرا أصلا على حياة هؤلاء المدنيين بالدرجة الأولى؟ أختي الكريمة، غزة مساحتها 360 كيلومتر مربع ويسكن بها 2,200,000 مواطن فلسطيني. يعني فكرة أن يكون هناك مناطق خالية ومناطق صحراوية ومناطق جبلية كما في فيتنام أو الجزائر أو غيرها ممكن أن يلجأ لها الثوار، هذه مسألة مستحيلة، واقع غزة يفرض نفسه. ثانيا أن حماس ليست جيش، يعني هناك للأسف بعض المحللين العسكريين يضخمون قدرة حماس، حماس حركة مقاومة جزء من الشعب الفلسطيني
الفلسطيني يقاوم الاحتلال، يريد أن ينعتق من الاحتلال. وحاولنا فتح، كانت تقاتل الاحتلال، حاولت بالمسار السياسي، وللأسف من سد المسار السياسي هي إسرائيل، وبذلك جاءت المقاومة كفكرة بديلة عن المسار السياسي. آتوا بدولة يعني إسرائيل فلسطينية إذا سدت على المسار حدود الربع السياسي لن المركزي. تسد المسار العسكري؟ المسار العسكري أختي الكريمة، يعني السؤال الذي بالطريقة الأخرى، ما هي خياراتنا كفلسطينيين؟ طيب، إسرائيل انقلبت على المبادرة العربية ومزقتها هذا موضوع ومزقت ثاني. اتفاق نعم أوسلو. صحيح نعم دكتور حسام، هذا موضوع آخر، ربما ستسمح لنا الأيام إن شاء الله بعد وقف إطلاق النار بمناقشته. الإعلام الإسرائيلي هلأ، بما أنه نتحدث عن مواضيع طارئة وجديدة، يتحدث عن تصعيد عسكري سيشهده قطاع غزة بسبب حالة الأمل، كما تحدث أخي خاي قبل شوي أنه في حالة أمل بعد عملية النصيرات. هل يحتمل الوضع الإنساني في غزة عملية أخرى؟ هل هكذا احتمال هو في بال حماس؟ يعني أنا كمراقب أقرأ في تغريدة أبو عبيدة الكثير، وفي بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من تغيير السياسة مع الأسرى الإسرائيليين. على سبيل المثال، يعني لم يطلق الرصاص، كان الخاطفين ربما قادرين على إطلاق الرصاص على هؤلاء، لأنه استغرقت عدة دقائق العملية في تحرير الثلاثة الذكور في هذه العملية. السؤال المطروح، ماذا بعد؟ ربما المقاومة تفخخ المنازل، وعند أي تهديد تفجرها زي ما تفعل إسرائيل في خيار هانيبعال، وبذلك هذه مسألة ستفسد على إسرائيل كل تطلعاتها. أنت لديك 120 أسير كمقاومة، إذا حررت إسرائيل 100 سيبقى 20، إذا لا يمكن أن تحل إلا بصفقة. وفيما يتعلق بوزن الأسرى وصفقة التبادل، في شاليط لوحده، صفقة شاليط أفرجت المقاومة عن 1000 ونيف من الأسرى الفلسطينيين. لذلك يعني المسألة ليست بالإبداع والإنجاز، هذه معركة كر وفر. اليوم إسرائيل نجحت، ربما بكرة المقاومة تنجح في أسر اثنين ولا ثلاثة من الجنود كما حصل قبل أيام في جباليا. لذلك هلا هني عم العملية لا يسوقوا تقاس فكرة دكتور حسام الآن، التسويق إنه الإنزال الجوي القريب جدا يعني بمروحيات إسرائيلية منخفض جدا، دليل إنه هم فككوا، بدأوا يفككوا القدرات القتالية لحماس. يعني فكرة التفكيك ربما تراجعت، ربما ضعفت، ربما يكون هذا قد يكون مقبولا. أما فكرة التفكيك منذ اليوم الأول وعبر قناتكم في المشهد، كنت أقول أن المقاومة لو بحجر ستقاتل الاحتلال، لن تقبل بالاحتلال حتى لو افتقدت كل أسلحتها. أنت بتتكلمي عن حوالي 9 شهور تقريبا، والمقاومة ما زالت قائمة ولم تفكك حتى في المناطق التي أعلنت إسرائيل أنها أبادتها مثل بيت حانون. هناك العديد من الكمائن والعمليات بالتأكيد تتابعين. لذلك فكرة تفكيك المقاومة فكرة وأيديولوجيا تسير في دم كل فلسطيني، والتفكيك الوحيد، وهذه رسالة إلى المجتمع الدولي وليأخذوها كتقدير موقف، التفكيك الوحيد يبدأ من عند الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني. المسار السياسي إذا بدأ وانتهى وكان للفلسطيني دولة، أول من يخرج ويقول لكتائب القسام وسرايا القدس ألقوا أسلحتكم وكونوا ضمن جيش وطني فلسطيني، لا داعي للفصائل المسلحة، حينها تتحول حماس حزب سياسي. دون ذلك ستبقى المقاومة هي سيدة الموقف حتى لو بالحجر كما كان في الانتفاضة الأولى. من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة غزة الدكتور حسام الدجني، شكرا جزيلا لك.